فريقين يدخلون هذه المباراة في ظروف متشابهة. الوصل تلقى هزيمة صعبة، قيادة فنية جديدة في المدرب الوطني محمد العبدلي بعد قرار اللي كان الوحدة يوم السبت الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. اتحاد جدة يأتي ثامنا على لائحة التواجد كأساسي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. العبدلي المدرب اللي واضح أمامك على الشاشة بجانب المولد، واحد أيضا من نجوم نادي الاتحاد ولأندية الأبطال، محمد البيرك في حراسة المرمى، جورج جوبينغ في الخط الخلفي، لوكاس غارفاو يلعب بجانب سالم العز كان هو بطلا لتلك النسخة. الآن نسخة جديدة، مسمى جديد، الكرة العرضية العالية بالرأس، لك الكرة مرت وعدت إلى ضربة مرمى، إلى ضربة ثابتة وضربة حرة أو ركلة ركنية، ركلة أو ركنية. فيتشو نقلة عرضية عالية خطيرة، المحاولة لكن الكرة تتخلص هذه وتبعد، عادت مرة أخرى، هجمة عكسية مرتدة، علي صالح، علي بسرعة نقلها للعزيز لكن الكرة تتخلص من أمامه وبعدت في اللقطة الماضية من عبد الإله المالكي هو اللي خلص. الآن محاولة أمر نفسه بالنسبة لجماهير الآليتي، الكرة ملعوبة الآن أمامية للوصل، تمريرة ما وصلت لويلتن سواريز، مرة تعدت إلى ضربة حرة مباشرة الإمام، والضربة الحرة المباشرة الساحر البرازيلي تقدم لها ليما سدد لكن برافو للقرني فواز أمسك بك لمصلحة نادي الاتحاد. إيميليانو فيتشي ينقل كرة أمامية إلى رومارينو تمريرة في الجهة من إلى حمدان الشمراني يحاول يمر حمدان، الكرة وصلت لحمدان، العرضية من حمدان لكن تتخلص، لكن بالنسبة لهم قد تكون العالم ما كلهم. الكرة ملعوبة الآن، محاولة وصلت إلى علي صالح، تسديد الهدف الأول، الهدف الأول لكن رايا وتسلل، فرحة لم تكتمل يا ويلتون سواريز، فرحة لم تكتمل في اللقطة وفي اللعبة الماضية، رايا وتسلل على اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز، هدف أكيد بأنه راح يعطي لهذا اللقاء نكهة خاصة، لكن متى يأتي هذا الهدف؟ متى يحضر هذا الهدف؟ في انتظار ذلك، في انتظار أن تحضر الأهداف، أن تحضر المتعة على مردود هذا الأرجنتيني مليانو فيتشي. إدارة الاتحاد أيضا تعاقدت بتوصية من المدرب المقال مع مواطنة خيمينيز 35 عام، خيمينيز الكرة ملعوبة الآن خطيرة والتسديد والهدف، الهدف الأول فعلها البرازيلي، برازيلي أو لا السربي بريغوفيتش يسجل أولا للنمور، بل البرازيلي رومارينو يسجل هدف أول للنمور، الإتي أولا في هذه المباراة، يتقدم الاتحاد عن طريق البرازيلي رومارينو، هذه الكرة والتمريرة من رومارينو أمام المرمى، ما يكذب خبر، رومارينو يسجل الهدف الأول في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، الإتي يعود مرة أخرى إلى التسجيل ورومارينو يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء من خلال هذه اللعبة، أول فرصة خطيرة تترجم في الشباك على طول عن طريق اللاعب البرازيلي رومارينو، فرحة الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب محمد العبدلي، البرازيلي رومارينو يقود الاتحاد إلى التقدم، النمور تتقدم على الفهود في شوط المباراة الأول في 24 دقيقة، الكرة وصلت سهلة عند فواز القرني، فواز تونسي قريب احتسب الخطا، فابيو دريما راوغ سعود عبد الحميد لكن تدخل كان موجود من سعود عبد الحميد وحكم المباراه يحتسب الخطا، بطاقه صفراء على سعود عبد الحميد بابتسامه يعطيه مصراوي البعد البرازيلي فابيو دريما الساحر البرازيلي فابيو دريما من كره ثابته ديما سدد لكن برافو للقرني فواز شالها وخلصها، تعود مره اخرى المحاوله بالجهه اليمنى من عبد الرحمن عرضيه عاليه داكوستا يبعد الكره بتصل لحبوش الى رميه تماس، هذا فواز القرني اللي يدود على المرمى باستبسال كبير بتصدي ليني اكثر من كره، هذه واحده منهم تسديده فابيو دريما والتصدي الجميل من كره ملعوبه الان اماميه، على فكره
النجم المغربي الكبير، الكرة العرضية الخطيرة بيتشو، لكن الكرة تمرت، كرة تمرت إلى ضربة مرمى. فرصة خطيرة لليتيم، فرصة خطيرة لليتيم. إيميليانو بيتشو كاد بأن يسجل الهدف الثاني، كاد بأن يؤمن الهدف بهدف آخر، لكن كرة مرت عدت إلى ضربة مرمى. دقيقة واحدة فقط متبقية من شوط المباراة الأول، شوط اتحادي. الكرة ملعوبة الآن، بريغوفيتش كنترول ممتاز، تمريرة أمامية فيها لمسة يد حق المرأة، تمر بالاستمرار. انهاء شوط المباراة الأول وهو متقدم بهدف مقابل لا شيء. الوصل يتمنى بأن يعود إلى المباراة بهدف التعادل، لكن الكرة وصلت، حاول فيها، مضغوط عليه علي بالمهارة، علي صالح، تمريرة أمامية لفابيو دريما، ليما نقل كرة عرضية عالية بالرأس، لكن الكرة تتخلص، عادت إلى حبوس تسديدة، والكرة بتعدي إلى ركلة ركنية. الكرة العرضية العالية مرت وعدت فيها ضربة مرمى. الفرصة الأخيرة عدت وحكم المباراة من دور ال 16 من بطولة كأس محمد السادس سليم الأندية الأبطال. شوط المباراة الثاني ينطلق الآن، الاتحاد يلعب على يسار السادة المشاهدين بألوان توج بها الإتوال نادي النجم الساحلي على حساب الهلال السعودي. في النهائي المثير ما بين الفريقين، هذه كرة علي صالح تسديدة، لكن كرة ثانية وصل مباراة بالمرحلة الجديدة، مرحلة ما بعد السيارة. الكرة الثابتة الآن، نقلة عرضية بيتشو بالرأس، لكن الكرة فيها تدخل وهنالك صافرة. رومارينو نقلة لإيمان لبيتشو، عادت مرة أخرى المحاولة لفابيو دريما، فابيو ليما، هذه أخطر ليما راوغ ليما، سدد ليما، والكرة بالشباك، نعم التعادل. سواريز يسجل التعادل، والامبراطور يعود الى المباراة، مع بداية شوط المباراة الثاني. وإلتون سواريز، هذه اللعبة، التمريرة من فابيو دريما الساحر البرازيلي، إذا ما سجل يصنع هذه الكرة لويلتون سواريز، مطالبة بوجود راية وتسلل. حكم المباراة لم يعلن عن وجود شيء، أمر باستمرار اللعب، الكرة تابعها اللاعب ويلتون سواريز. فرحة للمدرب الروماني ريجي كام، هل فيها تسلل هذه اللقطة وهذا الهدف؟ هذه الأمور نتركها لهل الاختصاص للمحلل التحكيمي عبر أبو ظبي الرياضية فريد علي، راح يكون أكيد له حديث عن هذه اللقطة وعن عديد اللقطات في بصريح من تدريب الاتحاد، مدرب اللي يحمل شهادة برو. كرة بتعود الآن أمامية، محاولة لعلي، علي صالح، علي تقدم، علي راوغ، علي صالح يحاول فيها نقل كرة عرضية، لكن تجد حارس المرمى. تعود علي سالمين، اللاعب اللي أصيب في شوط المباراة الأول، تدخل قوي من كريم الأحمدي اللاعب المغربي، والمغاربة تألقوا كما ذكرت كثير مع الفريقين، وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء لسعود. وبالنسبة للاتحاد المصائب لا تأتي مراد، الكرة العرضية العالية بالرأس، لكن القائمة التسديدة والمدافع شالاب، عادت مرة أخرى المحاولة بالجهة اليمنى، الكرة العرضية العالية بالرأس، والكرة بتمر إلى ضربة مرمى، دقيقتين فيهم ضغط كبير. وعلى إثرها تمت إقالة المدرب السابق رامون دياز، مع تدهور النتائج أيضا في المباراة الثانية، مع تحسن الأداء بالنسبة لنادي الوصل الإماراتي. كرة ملعوبة الآن، محاولة من سالم العزيز، الكرة العرضية خطيرة، لكن حارس المرمى أمس أمام. هذا عن أرقام نادي الوصل. الكرة ملعوبة الآن، محاولة من عبد الإلهام اللي نقل كرة عرضية عالية خطيرة، لكن حارس المرمى يخلصها ويبعدها. تعود مرة أخرى، تعادل في ملعب الوصل في استاد زعبين في هذا المعقل بدون أهداف. كرة بتعود الآن، محاولة من علي صالح، يراوغ نقل كرة عرضية عالية تسديدة، لكن حارس المرمى حلوة من الاثنين فابيو دريما. في بطولة كأس الخليج العربي كرة ملعوبة الآن، محاولة سالم العزيزي، نقل بالأمام، تمريرة راية وتسلل، وصل
في بطولة كأس الخليج العربي عند 3 نقاط من انتصار وحيد في هذا الموسم، عند انتصارين فقط يلعب في 3 بطولات عند انتصارين فقط. آخر بطولة دوري وكاس في 2007 قبل بداية الاحتراف، والكرة بتضيع، الكرة بتضيع يا رومارينو، رومارينو كاد بأن يسجل الهدف الثاني. هذه الكرة رومارينو اللقطة الماضية كانت تحتاج لحنية يا رومان. يترك أرضية الملعب لاعب ليعود مرة أخرى بعد رحيل سيرا، يعود للتواجد هارون كامارا يدخل، تعود الآن رومارينو، روما حاول فيها لكن أيضا الكرة تتخلص وتبعد من أمامه. عادت لأحمد علي بمهارة كبيرة، راوغ أحمد علي نقلة في الأمام، هذه حلوة، هذه حلوة من أحمد لكن حارس المرمى فواز القرني مصحصح، عادت لأحمد فيها تدخل أيضا وخطأ واعتراف. الفريق الفائز في مباراة الإياب بشكل كبير، الكرة بتعود الآن ويلتون، ويلتون سواريز، سواريز، سواريز يراوغ، سواريز تقدم، سواريز، سواريز نقل الكرة عرضية، عادت مرة أخرى المحاولة لسواريز وعلي صالح سدد لكن حارس المرمى في المكان المناسب. فواز القرني هو بطل شوط المباراة الثاني، فواز القرني، فواز القرني تصدى للعديد من الكرات، تسديدة علي صالح في المكان اللي كان يتوقع. أحمد علي، أحمد علي يعود بالكرة إلى ناتان، وصلت المحاولة لعبد الرحمن صالح، عبد الرحمن نقل كرة عرضية عالية بالرأس لكن حارس المرمى يمسكها بكل ثبات. الوحيد ويواصل خطوات نادي شباب الأردن، الكرة العرضية العالية داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى فواز يخلص الكرة ويبعدها إلى الركلة الركنية. 55 الوصل، يستغل حالة الطرد بالسيطرة بالاستحواذ، حارس المرمى ممتاز. فواز أصفق لك يا فواز، أصفق لك يا فواز اللي يواصل التألق، يواصل التألق. وفابيو دليما، فابيو دليما ينثر بعضا من سحره في شوط المباراة الثالثة. أرضية الملعب في شوط المباراة الثالثة، كرة ملعوبة الآن، محاولة من رومارينو، رومارينو نقل كرة بالكعب، حلوة حلوة، روما سجل الثاني، سجل الثاني، وليتي، وليتي يعود إلى، يعود إلى التقدم في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة يسجل الثاني والاتحاد يتقدم في وقت قاتل، في وقت قاتل. النمور، النمور، نعم النمور تظهر في اللحظات الأخيرة، وشمس الاتحاد لو تشرق تغيب، لو تشرق تغيب، لكن شمس الاتحاد لو غابت تشرق، شمس الاتحاد لو غابت تشرق. عادت شمس الاتحاد مرة أخرى للظهور للبروز، يتقدم الآن بهدفين عن طريق اللاعب رومارينو، وهذه النتيجة تاريخية، تاريخية للاتحاد لأن أول انتصار تاريخي للهجمات العكسية. خطف كرة وخطف هدف التفوق، هدف الانتصار، هدف الفرحة، هدف اللي يعطي الأفضلية للاتحاد وهو يحقق انتصار.